تحركات الدولار اليوم بالنظر إلى عوائد السندات، ويعني إذا كانت العوائد يعني انتهت من فكرة الارتفاع حول هذه المستويات أو قرأت بيانات الوظائف اليوم على أنها إيجابية إلى أي حد؟ مساء الخير محمد، شكرا للاستضافة. نعم محمد، على ما أعتقد الفترة الحالية على ما أعتقد هي الفترة الأكثر غموضا في الفترات الأخيرة السابقة. عندما ننظر إلى عوائد السندات، نعم تذبذب عالي في الفترة الماضية، ميول بشكل إيجابي محمد باتجاه على ما أعتقد هي الأكثر أمانا في الأسواق في ظل الانقسام من ناحية لمخاوف التوجهات الفدرالية الأمريكية في الفترة القادمة، وبالإضافة طبعا للفترة الأخيرة من تخفيض التصنيف الائتماني. عندما ننظر إلى العوائد السندات، الانقسام على ما أعتقد محمد في حتى مع التذبذب يدل على الانقسام الواضح من فكرة المستثمرين. هل الفيدرال الأمريكي سوف يتجه إلى إغلاق مسيرة دورة السياسة النقدية برفع أو رفعتين، أو أن تكون البوزينج المستمر للفترة الزمنية الأطول؟ فعلى ما أعتقد هي تداولات اللحظة، تداولات الأخبار محمد. على ما أعتقد أي خبر يصدر أو بيان اقتصادي في الفترة الحالية إلى فترة اجتماع الفيدرالي القادم سوف يكون تأثيره وحدة التأثير كبيرة جدا، سواء كان على الدولار الأمريكي، على العوائد السندات الأمريكية. فعلى ما أعتقد هي الفترة الحالية هي تداولات يعني هل اللحظة، ترى تأثير تداولات لحظي، الخبر نفسه. غير مستمر؟ نعم محمد، هو تأثير لحظي، هو تأثير بناء على الأرقام الاقتصادية التي تصدر يتأثر فيها عوائد السندات بناء على تسعير التحركات الفيدرالي الأمريكي، بناء على فهم المستثمرين لتحركات الفيدرالي الأمريكي. أعضاء الفيدرالي الأمريكي حتى محمد منقسمين بشكل كبير جدا بتوجهات قادمة. يوم بوستك بعد بيانات الوظائف ذكر بأن هي نهاية تجديد السياسة النقدية بمعنى الكلام. غوسبي على سبيل المثال لم تصدر منه تصريحات على نهايه دوره تجديد السياسه النقديه، فبالتالي لجنه السياسه النقديه في الفدرال الامريكي على ما اعتقد منقسمه بين السطوريين كجيروم باول وبين الحماميين، فاي بيان اقتصادي سوف يكون له تاثير كبير، وبكل تاكيد الاسبوع القادم سوف يكون الفيصل والحكم مع لكن قرار ألا الفدرال. يمكن أن يكون هذا بداية توجه العودة للمكاسب أو عودة الاتجاه الصاعد على اليورو مقابل الدولار الاسترليني مقابل الدولار؟ قد تكون السوق ستطلب عوائد أعلى بالنسبة لبريطانيا وبالنسبة لمنطقة اليورو. معك محمد بكل تأكيد، هي المبدأ أنه من سيوق دورة السياسة النقدية في البداية، متفقين تماما أن بريطانيا سوف تتجه إلى الأعلى بالنسبة لختام دورة السياسة النقدية، قبلها طبعا بكل تأكيد البنك أوروبا. الفيدرال الأمريكي قد يكون قبيل ذلك، لكن محمد قد تختلط الأوراق في وقت من الأوقات. الفيدرال الأمريكي قد يتجه إلى السكيب كما ذكره جيروم باول، فالتأكيد إن شهر 9 قد لا يكون هناك رفع أسعار فائدة، لكن شهر 11 قد يحتاج الفيدرال الأمريكي. على ما أعتقد محمد الفيدرال الأمريكي قد يحتاج إلى عملية رفع أسعار فائدة قادمة في الفترة القادمة. النمو مرتفع، الأجور مرتفعة، معدلات البطالة منخفضة، فلو نظرنا إلى جميع العوامل قد تشعل التضخم بكل تأكيد مع أرقام أسعار النفط، أسعار النفط مرتفعة، أسعار حتى القمح الغذاء تسجل ارتفاعات في الفترة الأخيرة. فعند دخولنا على الشتاء على ما أعتقد لن يكون الشتاء المعجزة كما كان المرة الماضية، فقد يكون هناك اشتعال لأرقام التضخم والعودة إلى التصريحات والعودة إلى التلميحات إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة، فقد يكون هناك انقسام محمد بين البنوك المركزية، من سيوقف دورة تجديد السياسة النقدية أولا. شكرا لك على هذه المشاركة وعلى هذا التحليل أحمد عزام، المحلل الأول لأسواق المال في مجموعة إكويتي.